صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي وانتو. نتشرف دائما وأبدا في متابعتكم لنا. شكرا لرعاة البرنامج، شكرا لكل من شركة بوتيكات على رعايتهم وتقديمهم الملابس الخاصة فيني وكل شيء موجود في بوتيكي الخاص. كذلك نشكر سفريات الميلم على رعايتهم لنا وأحد رعاتنا المميزين. شكرا للاختيار الأول علي كاكولي وأولاده، أحد رعاة برنامجنا وانتو. كذلك نشكر ريد كريم، عفوا اي فتنس، النادي الصحي لمنتزه سليل الجهرة، شكرا لهم على رعايتهم. وريد كريم اسم غني عن التعريف في عالم الحلويات والمعجنات، شكرا لهم. وشكرا لفيوز كافيه، شكرا لجميع رعاة برنامجنا وانتو. مشاهدينا الكرام، باقي أيام على عودة الدوريات الأوروبية، كلنا في انتظار وشوق وأكيد لهفة لعودة الدوريات الأوروبية، كلهم في مختلف الميول في مختلف الدوريات الأوروبية. وأكيد حلقة اليوم راح نطلع وياكم على آخر الأخبار قبل عودة الجولات المختلفة في الدوريات الأوروبية. اليوم معنا أحد محللين المميزين عادل توفيق أبو عبد الله اللي مرورينا في حلقة اليوم. نقول لك صباحك الله بالخير عادل، وحياك الله في حلقة اليوم. صباحكم الله بالنور والكرامة. أحب أمسي أصبح عليك وأصبح على الأخوة المتابعين والمشاهدين خلف الشاشة وعلى أخوي بوسهيل، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة حلقة يعني مميزة وفيها إضافة فنية. في حضورك وحضور محمد سيل أكيد مميز عادل. أبو عبد الله، محمد سيل صباح الخير وحياك الله من جديد، وواضح أنك ضعفان شوي مسوي رجيم. صباح النور عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى كل الأصطاف العمل البرنامج وعلى كابتن عادل توفيق، ونتمنى إن شاء الله نقدم حلقة مميزة الليلة إن شاء الله بإذن الله. لابس إسبانيا كنا أبو سيل؟ لا مو إسبانيا، لا مو إسبانيا، لا طيب تشيرت عادل، تشيرت عادل بس كان يعني اللوك متغير في كورونا غير قبل كورونا. محمد سيل ايه لوك الحجر، هذا الحياه بعد كورونا غير عن قبل كورونا. كانك تشبه لاعب ريال مدريد فاسكوز. لا وين، انا احلى منه. شلون تقضون وقت الحظر والقعده في البيت؟ نبلش وياك عادل، شلون قاعد قضيت هالفتره يعني من ناحيه الاستفاده من وقت الفراغ؟ والله يعني الحظر يعني علمنا دروس، يعني الواحد اذا اخذ الموضوع بايجابيه، يعني انا ما ابي اتفلسف عليكم واقول ان انا الشخص المثالي، ولكن وايد قبل الحظر كان عندنا يعني امور ودنا نسويها ما نقدر نسويها لان كنا مشغولين، دائما عندنا امور معينه، لكن الحظر هذا خلانا نختلي بنفسنا ونفكر بطريقه مختلفه ونستغل الوقت بشكل افضل. فانا من البدايه الحمد لله رب العالمين، الله وفقني اني قدرت اني اركز من البدايه، اسوي رياضه شويه في البيت، اقرا شويه، اراجع بعض الامور تخصصي، وايضا متابعه الاخبار، اخبار الرياضه واخبار الكرويه بشكل عام. وكنت نشط في السوشيال ميديا، يعني حتى ما شاء الله مجهز امورك من ناحيه اضاءه، من ناحيه خلفيه، ابو عبد الله يعني اكثر تحضير واكثر جاهزيه من غيرك، يعني شوف الفرق ما بينك وبين محمد سيل. محمد سيل كانه قاعد في الديوانيه، يعني تفضل قول. لا طبعا انا اخلي محمد سيل اعلق على الموضوع الاستديو اللي عنده، ولكن يعني انا لان فتره طويله كنت يعني عندي تدري اليوتيوب، فعندي شويه خبره في هذه الامور، ففي عده عندي بالبيت استخدمتها يعني بدل لا تكون موجوده تي فاضيه. دائما مميز يا ابو عبد الله. محمد سيل كلمنا انت يعني شو شايف التجربه من خلال انك تظهر عن بعد في البيت، وسابقا كنت في الاستديو، شلون شايف التجربه؟ والله تجربه غريبه علي للامانه، ولكن كاتصال بالفيديو يمكن بالفتره الاخيره طلعت سالفه اللايفات بالانستغرام وهذا، فصار عندي شويه تعودت على جو اللايفات بالانستغرام، فصار عندي تقريبا تواصل صار طبيعي. ولكن شيء غريب علي اني ما اكون في الاستديو واكون بعيد عنك انت والشباب واتكلم عن في برنامج وانتو، هذا شيء غريب امانه علي. حبيب يا محمد، واكيد ان شاء الله يعني احنا ملتزمين في قرار مجلس وزراء، وان شاء الله يعني احنا سامعين اخبار وتلميحات ويا اداره قناتنا اللي راح ان شاء الله تطلعنا في كل ما هو جديد في خصوص ان شاء الله استضافه ضيوفنا. وابو حمد استاذنا احمد الفضلي على طول متواصل ويانا في الواتساب، وكذلك نصبح على
محمد عز ابو يوسف اللي دائما يعطينا الاخبار، ومخرجنا مو مقصر خالد السلمان، ولو انه يعني بالفتره الاخيره ما شاء الله يعني فاتح العمليه وياه مثل ما هي فاتحه وياك من ناحيه الاكل. محمد سيل ولا مسوي رجيب؟ والله قاعد اعاقب نفسي انا بالفتره هذه بصراحه، يعني انا وصلت لمرحله في الوزن اول مره اوصل لها في حياتي، يعني انا ما وصلت لمرحله اللي تقولها والله هذا يعني سمنه مفرطه او انه بدين، ولكن وصلت لمرحله صارت عندي مؤشرات ان انا لا مقبل على هذا الشيء، يعني صارت عندي الام في الظهر، صعوبه في النوم، في التنفس، الام في المفاصل، فخصوصا انا اذا خدشيت المرحله هذه راح اخسر امور كثيره، خصوصا يعني ان انا مدرس تربيه بدنيه، مدرب في النادي، فراح اخسر امور كثيره، شكلي راح يطلع يعني قبيح وانا في هذا المجال. فصار لي تقريبا اسبوعين الى 10 ايام من الاسبوعين قاعد اعاقب نفسي بالرياضه وفي تنظيم اكلي، وان شاء الله عاد اني اصملها، خصوصا انا يعني باغلب قراراتي اللي اخذها في حياتي اذا مسكت السكه اكمل 50% وبعدين ابنشر اصبط على اليمين، يعني عاد ان شاء الله اكمل هالمره. يعني محمد قبل لا تخسر كل يعني وظيفتك او تخسر اي شيء، ممكن صحتك اهم، وهذه ممكن رساله للجميع انك تحافظ على صحيح صحتك صحيح من خلال أكيد التدريبات أكيد من خلال اللياقه وممارسه الرياضه، وهذه يمكن رساله حتى للشباب معدين عدي عوض ونواف الدريب انه لازم يلتزمون في الرياضه، فاكيد التزام في الرياضه محمد عشان ما تخسر حتى حضورك وطلتك الحلوه في 1-2، لان يمكن لا علاقه ان برنامج رياضي وتكون رياضه. لا يعني للامانه شوف، يعني انا قلت لك ما وصلت للمرحله اللي انا قال عني انه انا يعني سمين، ولكن الله يعين الناس اللي وصلوا لهذه المرحله، يعني حياتهم صعبه، صعوبه بالحركه، صعوبه بالتنفس، يعني التعب السريع في اي حركه، فالله يعينهم والله. انا اتمنى يعني انهم ان شاء الله انه ياخذون نفس الخطوه اللي انا خذيتها، اتمنى امانه. نعم عادل ابو عبد الله، دائما ما شاء الله اتابعك في السناب ونتابعك اول فاول، عندك التدريبات الرياضيه ودائما تنصح الشباب، شنو تنصحهم يعني قبل ما يصلون المرحلة لا سمح الله انه ممكن يكون في تعب ولا امراض، شنو تنصحهم من ناحيه يعني استغلال الرياضه وقت الفراغ؟ شوف انا كنت في السابق، يعني يمكن اللي متابعني في سناب شات، انا من فتره طويله دائما اقول الهدف لازم يكون مو مرحلي، دائما الهدف ان انت لما تفكر لقدام، تفكر لما يكون عمرك 60 و70 سنه تقدر تلعب مع احفادك، تقدر تركب قاري وتتحرك معاهم، اذا سافرت تقدر تمشى وياهم بالحديقه، تقدر تروح تلعب وياهم، فهذا كان الهدف بالسابق. اليوم اللي نستفيد من الموضوع اللي صار البانديميك او الموضوع الكورونا يبين لنا ان موضوع الصحه والرياضه وان احنا لازم نحافظ على نفسنا اكثر من اي شيء، يعني هذا الاختبار اليوم احنا ما ندري يتكرر موضوع نفس هذا يمس مثلا الجهاز التنفسي، فانت لازم تكون بكامل لياقتك، لازم لياقتك تكون زينه علشان تقدر اذا لا سمح الله اي احد فينا يعني اكتسب هذا الفيروس ولا حاش هذا الفيروس الا انه هو جسمه جاهز ل يعني مصارعة هذا المرض. نعم تكون عنده مناعة. عادل مش رايك في اللي يقول انك صعب تتمرن في البيت اذا ما عندك اجهزة او ما عندك مثلا اللي الادوات اللي دائما نشوفها متوفرة في الاندية الصحية، ايش رايك في هالنقطة؟ انا ما اتفق، هو الموضوع موضوع ارادة، بالنهاية انت باليوتيوب موجود كل شيء، اذا مو باليوتيوب في مدربين تقدر تسألهم، تقدر تشترك معهم، الحمد لله احنا عندنا بالكويت كثير من المدربين المميزين في هذا الموضوع، واغلبهم الحين مثلا تلقاهم فتره الحظر وايد مدربين سووا يعني خدمه ببلاش، يعني سواء بانستغرام سواء بزوم، بس انت انوي، انت بالنهايه تحتاج الى مترين، يعني اللي شاف مثلا اذا انت شفت سناب شاتي يعني ترى كنت اتمرن بمترين، متر ومتر ونص، يعني واسوي كل التمارين وكل واستهدف كل العضلات وكل الامور، واقدر ارفع من اللياقه البدنيه او نبضات القلب، واقدر اتحكم بالقوه واتحكم بالسرعه، هو الموضوع ان اليوم انت اليوم عندك نادي ولا ما عندك نادي، هو الموضوع اراده، العذر موجود باي شيء، يعني حتى قبل الازمه او قبل اللي كان هذا تقدر ان انت تتمرن عادل. محمد سيد نفس الشيء عندك اكيد مزاولة الرياضة دخلنا في مواقف يعني تحصل لك محمد سيل، شلون شايف ان اذا ممكن يصير لك موقف او صار لك موقف سابق تحب ان انت تقول لنا وتشاركنا فيه؟ ما اسمع صوت. اقول لك ممكن تتعرض لمواقف محمد سيل
أثناء مزاولة الرياض، أو عندك موقف يعني أنت من زمان حاب أو ودك تقوله إذا يعني تشارك المشاهدين بهذا الموقف؟ أي أنا عندي موقف محرج ممكن. قول. شوف، يمكن أنا في مرة من المرات كنت بقول سالفة حق الشباب عندي بالدوام، زين، فناسي من اللي قايلها لي، فالحين أبعرف يعني من اللي قايل الموضوع. فعندي واحد من الشباب موظف بنفس المكان اللي صارت فيه السالفة، فسنت عليه السالفة، قلت والله عندي واحد من الشباب قال لي اسمه فلان فلان فلان، قال لي الموضوع كيت 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 كيت. فنط عليه واحد من الشباب موجودين كان يقول السالفة هذه أنا قايلها، فحرجت يعني توهقت، عرفت أنا ناسي من اللي قايلها، فسنت على واحد من الربع وطلع اللي قايلها موجود قاعد معاي. لا هذه وكالتك يقولون محمد، عاد ما ادري مصداقيتك عاد على المحك تكون. لا عاد انا لا شوف، انا ما انا شخصيا ما احب الشخص اللي يكذب ولا، بس هذه السالفه انا ناسي اللي قايلها. اي لا محشوب، ناسي اللي قايلها، فسندت على الشخص نفسه. فطلع اللي قايلها الشخص موجود عندي قاعد، فقال هو بعد الله يهديه يعني هم احرجني يعني كان يقول انا اللي قايل السالفه هذه، يعني وهيكني أكثر. طيب أبو سهيل، واضح أن ابتسامتك يعني ما شاء الله ما تفارقك من زمان، بس الحين يعني ها واضحة أكثر، هل عودة الدوريات وبداية الليغا يوم الخميس أكيد لها سبب؟ والله مشتاقين أمانة، يعني احنا تعلقنا الفترة طافت من غير كرة قدم، مع عودة الدوري الألماني صار عندنا أمل أن كرة القدم ممكن ترجع شوية في وضعية أفضل، يعني خصوصا احنا بالفتره الاخيره في عز انتشار الفيروس كنا نقول لا والله الغاء ما الغاء، لكن حاليا خلاص الامور اصبحت واضحه لكل الانديه. الفكره العامه ان لا والله نطلع من اقل الخسائر، يعني انديه قاعد تخسر بال 200 300 مليون، لا حاليا نقلل الخسائر، في فرق قريبه جدا من انجاز تحقق انجاز. هذه العوده صراحه اسعدتنا، راح تسعد ايضا الفرق اللي راح تحقق انجاز مثل جماهير ليفربول، شنو ذنبهم انهم ما يحققون الدوري او يفرحون في تحقيق الدوري؟ فهذه العوده كلها حتى في الليغا، ريال مدريد قريب انه يحقق الدوري مع برشلونه، هذه العوده كلها راح تسعد كل الجماهير، خصوصا ان كره القدم هي متنفسنا احنا يعني خصوصا في وضع الظروف الحاليه، الوضع المتعبه نفسيا، كره القدم ممكن ان شويه تكون متنفس لنا في الازمه الحاليه. طيب سويت ابو سهيل في عادل المشري ابو عبد الله، يعني ما شاء الله قلت ان اموره جاهزه ومتحضر وجاهزيته 100%، فصل عند النت. شوف انا كنت بقولها والله، انا كنت بقولها والله زين، يعني كنت بقول ان انت عطيته واحده بس، يعني هو بعد شويه لا يدكور، خلي يكون بسيط شويه يعني. حياك الله ابو عبد الله، حياك الله، وبما انك رجعت خلونا نستذكر مع مشاهدينا، بما أن أيام قليلة تفصلنا على عودة الدوريات الأوروبية، نشوف هالتغرير الإخباري ونرجع. عادت الأندية إلى التدريبات الجماعية في الفترة الماضية استعداداً لاستئناف الموسم مجدداً بعد غياب وصل لحوالي 3 شهور، وتبدو الأجواء إيجابية في أغلب الأندية التي عادت للتدريبات، ففي ليفربول جميع اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر الديربي في 21 يونيو، والذي قد يحسم اللقب رسميا بعد حرب الأعصاب التي عاشتها جماهير الريدز، ونفس الأمر ينطبق على فريق ليستر الذي يقدم موسما مميزا وفي طريقه للصعود لدور الأبطال في إنجاز كبير لهم. أما الأخبار الجيدة في ريال مدريد فهي عودة أيدن هازارد للتدريبات بعد أن كان من المفترض أن يغيب عن الموسم بأكمله قبل أن تتوقف الحياة الكروية، وهي نفس الأخبار الجيدة التي حصل عليها برشلونة بعد عودة لويس سواريز للتدريبات بعد غياب دام 4 شهور، ليستعيد برشلونة سلاحا مهما قبل استئناف معركة الليغا. ونختم بمشهد
عودة التدريبات للأندية الإيطالية، الأمر الذي كان يبدو مستحيلا قبل شهرين في واحدة من أكثر الدول التي تضررت بسبب جائحة كورونا، حيث تم تحديد مواعيد عودة كأس إيطاليا في 12 من يونيو، بينما ستعود الحياة للدور الإيطالي رسميا في 20 من يونيو. شكرا عودي عوض على هذا التغرير. لمدى جاهزية الأندية للعودة من بداية الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع الخميس عودة الليغا؟ وهذا يجعلنا أمام تساؤل مشاهدينا. قبل أن نحط لكم أرقامنا، 11 جولة تفصلنا عن الليغا لنهاية هذا الموسم بعد عودتها، ومن سيكون البطل؟ هذا سؤال دائما ما يتم تداوله ما بين مشجعين برشلونة ومشجعين ريال مدريد، بما أن واضح التنافس ما بين هالناديين في تحقيق لقب الليغا، وخصوصا أن في السوشيال ميديا دائما يكون هذا تساؤل ما بين المشجعين، سواء بشكل خاص مشجعين ريال مدريد ومشجعين برشلونة، أو مشجعين الليغا ومشجعين مختلف الدوريات الأوروبية، من سيكون بطل الليغا لهذا الموسم؟ أرقامنا أمامكم إذا حابين تجاوبون أو حابين توجهون سؤال لأحد محللينا المنورين في حلقة اليوم، عادل المشتري ومحمد السهيل. عادل، يمكن جماهير ليفربول كانت يعني على المحك لعودة البريمير ليج وهذا الدوري ولقب البريمير ليج الغائب من سنوات للريدز ليفربول، وكانت في تساؤلات هل فعلا النادي منحوس أم الجماهير يعني في وضع نحس، ولا كل الأندية المختلفة في الدوري الإنجليزي تنتظر أن يتوقف أو يتم إلقاء البريمير ليج، لكن بالأخير عاد وعادت الابتسامة والروح لمشجعي ليفربول بشكل خاص. وهو نادي منحوس، وهو نادي منحوس، ونادي منحوس خالصين منها يعني، هذا يمكن في اتفاق يعني. ليش؟ يمكن فلوسهم حرام ما أدري والله. يعني اللي قاعد يصير فيهم شيء غريب يعني، مو أول مرة مو ثاني مرة يعني، في مباراة دخل هدف عليهم كرة هوائية طقت الكرة وتغير اتجاهها، وكانت مباراة حاسمة، مباراة مهمة 2009 كانت ينافس، في موسم 2014 حادثة جيرارد، في موسم هذا وقف الدوري وصار عندنا كورونا، فالموضوع يعني غريب. بس اللي بعيد عن يعني خلينا نتكلم جد، ليفربول او يعني الدوري الانجليزي اللي ملاحظ من بدايه الازمه، انا كنت مستبعد تماما موضوع انه ينلغي الدوري، كان ممكن يتاجل لشهر 6 و7، وهما بدوا في بعض القرارات اللي هو اهم قرار ان الموسم ما ينتهي بشهر 6 أو 1/6، فهذا القرار بيّن لك أنهم راح يأجلون الدوري وراح يكملونه. الشيء الرئيسي اللي إحنا لازم نتأكد منه أنهم راح يكملون، أنه هو في آثار اقتصادية كبيرة على الأندية، يعني فوق المليار و750 ألف راح تخسر الأندية والاتحاد، ما أتوقع الأندية قادرة على تحمل مثل هذه الخسارة. لذلك أنا كنت مطمن أن الدوري راح يستكمل، ولكن يعني الخوف كان من موجة ثانية للكورونا، أو إن لما يباشرون اللاعبين التمارين إن يكون في كثير من اللاعبين يحوشهم كورونا، فهني كان الخوف إنه يوقف الموضوع. ولكن مثل ما إحنا شفنا آخر الاختبارات سووا يمكن 900 أو تقريبا ما يقارب 1000 مسحة أو اختبار، وكلهم 1400، فهذا يعطيك انطباع إنه خلاص الأمور ماشية في الطريق السليم. نعم عادل، ليش ما يكون مثلا نحس يعني كونك أنت مشجع ليفربول، أو مثلاً عودي عوض مشجع ليفربول، أو إذا بتطرح اسم من المشجعين إن مثلاً هو سبب من بلش تشجيع والفريق يعني مثلاً مو مترقع؟ والله وايد أعرف، أنا مو واحد ولا اثنين، فيعني فيني من الأسماء، وفي يعني في ناس يعني يحمدون ربهم بالفترة الأخيرة شوي عدلوا التاريخ مالهم، في ناس أنا أعرفهم كانوا يحضرون مباريات وايد. عطني أسماء بعد الله، عطني أسماء، عطني أسماء. ما عندي أسماء الحين، بس مثلا ناصر الحسيني، ناصر الحسيني ليه الموسم اللي طاف أغلب المباريات اللي حضرها كلها خسران. حرام عليك، ناصر الحسيني، ناصر الحسيني حاضر نهائي الشامبيونز ليج ضد توتنهام، وحاضر رومنتادا برشلونة، ليفربول على برشلونة 4-0، وحاضر السوبر الأوروبي، يعني ناصر
ناصر يعني بالأخير يعني سوى شيء صعب لأي مشجع ليفربولي يحضر بالأنفيلد بعد نتيجة الذهاب 3-0 أمام برشلونة للأمانة. لا لا أنا أقول لك ناصر يعني عقلتهم كثرة الجسم يفتل الحام يعني هو الحين كابتن ناصر حضر يمكن 10 سنوات كلها خسارة. أي الإصرار. طيب هذا آخر شيء يعني من حضوره كان رومنتادا في التشجيع. شوف أقول لك هو من الأمور اللي كلوب عطاه الجمهور وعطاه اللاعبين هو الإيمان، هو قال أنا بيكم ترون بليفرز. فاليوم ناصر يمكن كان مؤمن بهذا الموضوع فصار كثرة الحضور خلته يعني بالأخير يحصل. طيب على نصب عليه ناصر الحسين أحد المميزين وشبيه بيكيه من زمان يعني من أول يمكن حضور لمباراة جيرارد ووداعية جيرارد هو اللي كان رافع لافتة لولا غلاك ما تعنينا في الأنفيلد. وناصر الحسين لفت انتباهي مقطع يعني انتشر له ان يعني بعد خسارته من ريال مدريد في النهائي كان حاضر قال ان شاء الله السنه الجايه راح نكون بطل وفعلا توج بطل. محمد سهيل لما تسمع الاصوات تتعالى في مساله الغاء الدوري من الكارهين كرويا نقول لليفربول شنو كان رايك في هالنقطه؟ او حق مشروع يعني طبيعي. انا شخصيا يمكن لو برشلونه مكان ليفربول وانا مثلا في 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 مكان مانشستر سيتي طبيعي اني ما ابي اشوفه مكان مانشستر يونايتد او اي فريق ثاني ما ابي اشوف ليفربول بطل. هذا شيء طبيعي، ولكن المنطق يقول لك لا لازم انه يتوج ليفربول في تحقيق اللقب. وان انت يعني حتى لو تطبق قوانين واجراءات صارمه جدا لعود بس علشان انه ترجع كره القدم علشان تعطي ليفربول حقه في المنافسه وحقه في تحقيق اللقب، لان تقريبا اللقب في البريمير ليج محسوم خالص. فمن يعني صعب جدا انك تقول والله الغي المنافسه وخلاص ما موسم ابيض وما في بطل للدوري. هذا في يعني انت يعني نحر ليفربول. فكان يعني من المنطق انه لا ترد الدوري حتى لو مهما كان موعد الموسم او شهر 10 شهر 11، المهم انه يرجع الدوري وليفربول ياخذ حقه في تحقيق اللقب بعد الموسم الكبير اللي حققه، الموسم اللي يعتبر يعني الموسم قدم فيه مستويات كبيره ملاحم الكرويه كبيره ويعني شيء كبير اللي قدمه ليفربول ويستحق عليه تحقيق اللقب. فمن الظلم كان القاء الدوري، رغم انا شخصيا يعني في البدايه كنت موافق وفي البدايه كنت مع القاء الدوري لان الامور ما كانت واضحه يعني. محمد اذا تسمعني محمد يعني ما عرفتك بهالمثاليه يعني فجأة محمد بعد كورونا بتكون مثالي لمحمد اللي تكلم في سنوات ضد ليفربول وتقول ان ريال مدريد دائما يتخطى انجازات ليفربول ودائما تثني على اي شيء يكون ضد ليفربول بعد يعني مسألة ان ليفربول عاد وحق مشروع لمشجعينه ان يضربوا الامثلة وان مثلا يرددون جملة ان فان دايك افضل مدافع حاليا. بدأ مناوشات ما بينك وبينهم حاليا محمد سيل اختلف رأيه واختلفت وجهة نظره او وجود عاد توفيق مثلا حاليا بنى عليك او مثلا فرض عليك هالوجهه النظر؟ لا بالعكس يعني عادل له كل الاحترام والتقدير وكل ليفربوليه لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن انت اتهاماتك لي باطله وغير صحيحه. انا ما لي اي كراهيه تجاه ليفربول، بالعكس انا فريقي في مانشستر في انجلترا ليفربول واميل شويه للارسنال. فريقك في مانشستر يعني ولا فريقك انت اعترفت الحين في مانشستر يعني؟ لا ما قل زلت لسان، ولكن انا لا اميل لليفربول اميل لارسنال، فرق استمتع فيها ما اشجعها يعني، ولكن فرق استمتع فيها وكلامك واتهاماتك كلها غير صحيحه. طيب بخصوص موضوع بيني وبينك المشاهدين واطلب من مخرجنا يحط ارقام التليفون اللي حاب يشاركنا برجع العادل. لا لحظه لا خلني اقول لك يلا قول موضوع فان دايك في مناوشات صحيح، لان الطرف الاخر هو راموس لاعب في ريال مدريد، فانا امثل ريال مدريد او ان انا مشجع لريال مدريد فمن الطبيعي اني اتكلم يعني كلامي صحيح. انت اتهمتني امام المشاهدين وامام الكل الحين، واخر شيء رديت على نفسك بس ذكرت حط الارقام على طول انت اعترفت. لا يا مساري انت قلت لي ان انا اكره ليفربول، انا ما اكره ليفربول، ما قلت انا تكره ليفربول، قلت مناوشات طبيعيه دائما ما تكون حتى في حسابك في تويتر. هذه اخر شيء قلتها وانا اتفق معك فيها، والسبب لوجود راموس لاعب في ريال مدريد. طيب طيب بما ان ما في اي كره بما ان احنا نتكلم عن تويتر، عادل نفس الشيء، عادل من يعني ممكن يعني دائما نشوف نقاشاته في تويتر كان نوعا ما عصبي مع كم شخص في مسألة إلغاء الدوري واللي يكلمه في إلغاء الدوري في يعني عز أزمة أو تناقل الأخبار في مسألة ممكن أن يحدث هذا الشيء إلغاء الدوري.
ليش ابو عبد الله تنرفزت لما كان يعني تتناقش مع كذا شخص وانا ادري انه في اطار الروح الرياضيه؟ لا لا ما تنرفزت. هو يعني هو الاسلوب اللي يجيك في السؤال او ترد عليه بنفس الطريقه او قريب منها. يعني انت اليوم واحد يبي يستفزك فانت بترد عليه يعني طبيعي، يعني هو يقط لك قطه انت ترد عليه بقطه. هذا موضوع يعني في تويتر كانها ديوانيه كبيره، يعني ما نعامله معامله رسميه. انا ما عامل تويتر انه شيء رسمي ولازم كل شيء اكتبه يكون مثل مثلا يعني لما اكون بمكان رسمي ولا لما اطلع احلل بالتلفزيون، لا. فبالتالي تصير في بعض المناوشات، لكن انا كنت متاكد لسببين. اولا السبب الاول الفارق الكبير، اولا لا لا انا متاكد ان الدوري راح يرجع لانه في اثار اقتصاديه. والسبب الثاني اللي كان مريحني، انا متاكد حتى لو يلغى الدوري راح يعطون الدوري حق ليفربول. هذا كلام يعني حتى اكثر من رئيس اتحاد، مثل رئيس اتحاد الفرنسي، رئيس اتحاد اسباني، كلهم قالوا لو احنا عندنا الموضوع نفس في الدوري الانجليزي كان ببساطه نعطي الدوري للفريق الاول وخلاص انتهى الموضوع. لكن الموضوع مو موضوع بس الفريق الاول، في وايد اشياء معقده في هذه في البطوله. عندنا المركز الثاني، المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج، الفرق اللي تصعد الى الدرجه الممتازه، الفرق اللي بتطيح من الدرجه الممتازه. فالموضوع اكبر من موضوع بس فقط ليفربول وتتويج ليفربول. طيب. انا من وجهه نظري اسهل شيء تسويه انك تعطي البطوله ليفربول. طيب عاد بما ان نتكلم عادل عن عودة الليغا من يوم الخميس و11 جولة والكل ينتظر، خصوصا في مواجهات صعبة لبرشلونة ريال مدريد. يمكن برشلونة من ال11 جولة عنده 6 مباريات خارج ملعبه وخمسة في أرضه، ونفس الشيء ريال مدريد عنده 6 في ملعبه وخمسة بس من غير جمهوره. أتوقع العملية ما راح تفرق. أبسلك وبعدها بنتقل لمحمد، من تتوقع يتوج في اللقب ومن تتوقع يكون في جاهزية أكثر، خصوصا حاليا متصدر برشلونة بفارق نقطتين؟ والله صعب انك تتنبأ منه جاهز اكثر. يعني الشيء اللي قاعد يصير اليوم هذا اول مره يصير. يعني الوقفه 50 يوم للاعبين هذا شيء جديد. اغلب اللاعبين او اغلب الفرق تتوقف بالصيف 3 اسابيع الى 4 اسابيع بالكثير، بعدين يعودون المعسكر ويتمرنون ويلعبون مباريات وديه وبعدها يبدون الدوري. احنا الشيء بالشيء يذكر، يعني اذا نتذكر المعسكرات، الفرق تروح المعسكر تلعب 6-7 مباريات ودية ويدخلون على الدوري أول فترة أول أسبوعين ثلاثة غير جاهزين. يعني تخيل هذا مع مباريات ودية مع معسكر ومع وقفة قصيرة، فمن بالك الآن وقفة 50 يوم ما في مباريات ودية، الإعداد يمكن مدة أسبوعين أقل من 20 يوم وبيدخلون على الدوري. فمن الصعب أنك يعني تتخيل الجهوزية أو جهوزية الفرق. ما عندك ترشيحات عادل عشان اروح لمحمد، ما عندك ترشيحات تتوقع ترشيحات او عادل سمعتني عندك ترشيحات لنادي على في الليغا؟ لا في الليغا يعني مدريد وبرشلونه لانهم اللي عندهم اللاعبين الكواليتي الافضل، واكيد ايضا هم الناديين الافضل اللي عندهم الامكانيات الفنيه يعني الاداريه، سواء من مدربين، أخصائي تغذية، أخصائي علاج، تأهيل، هذول كلهم أتوقع عندهم التوب، يعني أعلى ناس بالمجال. فبالتالي تجهيز اللاعبين اللي بهالفرق يمكن يكون نوعا ما نسبيا أجهز من الفرق الباقية. طيب عادل بس مسألة أن أمس سواريز استلم التصريح الطبي وعودته وتأثيرها، هذا من جانب وشق للسؤال. والشق الثاني خطة الإعداد راح تفرق لمن يكون جاهز أكثر في عودة الليغا ما بين ريال مدريد وبرشلونة؟ طبعا لأن أنا مثل ما أقول لك هي تجربة جديدة حتى على المدربين، ما عمرهم المدربين يعني اشتغلوا بمجموعة كاملة قاطعة مدة 50 يوم. العادة يكون في لاعب مصاب ممكن يكون غايب 50 يوم يعدونه ويدخلونه مع مجموعة جاهزة، لكن اليوم مجموعة كاملة يعني المجموعة كاملة يمكن غير جاهزة بالمستوى الطبيعي. لكن هذه الوقفة كانت مفيدة بالنسبة لي من وجهة نظري لاثنين مهمين في ريال مدريد وبرشلونة اللي هو هازارد وسواريز. اليوم هذين الاثنين كانوا غايبين، كان عندهم إصابات، كان مثلا هازارد يرجع ويلعب وهذا. اليوم أهمية سواريز عادل عشان انتقل لمحمد، أهمية سواريز عودة سواريز في هالوقت مهمة جدا. وسواريز من اللاعبين اللي عنده لياقة فطرية، يعني لاعب
بس يكون خالي من الإصابة راح يكون جاهز على أرض الملعب. وقيمته الفنية كبيرة، ولحد الآن ريال لحد الآن برشلونة ما عنده لاعب يعوض سواريز والتفاهم الموجود مع المجموعة الموجودة. اشتكت له في ليفربول سواريز عادل؟ طبعا لاعب سوبر ستار، يعني أي أحد يعني يكون عنده لاعب بقيمة سواريز أكيد بيشتاق له. ولكن أيضا الثلاثة اللي عندنا بعيدا عن الأدوار والوظائف، بعيدا عن الأدوار والوظائف والأمور التكتيكية، يعني تتمنى مكان فيرمينيو ولا لا الحين ولا بقمته؟ في قمة اللاعبين. لا، سواريز أكمل من فيرمينو. طيب محمد، نفس الشيء هازارد بالنسبة لك، عودته ومدى جاهزية فريقك ريال مدريد لعودة الليغا؟ شوف بخصوص هازارد، يعني هازارد لازم ينتقم من نفسه. يعني لما نقول عن لاعب في بداية الموسم لعب في 15 مباراة سجل هدف وحيد، الحين عنده فرصة كبيرة إنه في 11 مباراة إنه يكون على حجم التطلعات وحجم التوقعات اللي هي من قبل مدريدستا. يعني هدف واحد في 15 مباراة هذا شيء ما كان شيء المنتظر من هازر في بداية الموسم. يعني إحنا الحين حاليا لما نشوف سبنا هازر لما رجع في حالة بدنية مميزة جدا وحالة بدنية جيدة، يعني حسينا أن في تغير حصل في عقلية هازر. يمكن لو ترجع في بداية الموسم لما رجع وزن زايد وسأله الصحفي قال له وزنك زايد، قال دام أنا في عطلة فأنا في عطلة. يعني هذا التصريح أعطى انطباع أنه أو أعطى حط علامة استفهام على شخصية هازر إلى الآن غير مفهومة. ولكن بعد ما شفناه بعد واهتمامه في حالته البدنيه بالفتره الاخيره ورجع للتدريبات، اليوم نشوف احنا اليوم كل الصحف اتفقت في تقارير ان هازارد هو صفقه ريال مدريد الجديده. بخصوص جاهزيه ريال مدريد وبرشلونه، حاليا تقريبا كل يعني الفوارق البدنيه متشابهه بين الانديه، ماكو فارق كبير جدا. في هذه الحاله الفارق راح يكون في العامل المهاري او عامل المهاري عند اللاعبين. من الأندية اللي عندهم اللاعبين المهاريين؟ نروح برشلونة عندهم ليونيل ميسي، نروح إلى ريال مدريد هازارد إذا كان جاهز على المستوى الفني والمهاري أكيد أنهم راح يكونون فارقين على باقي الأندية. ولكن احنا نتكلم في جانب ثاني، 11 مباراة في 36 يوم، في كل ثلاث مباريات بمعدل كل ثلاث أيام مباراة، هذا أمر صعب جدا على لاعبين رجعوا من إجازة بعد شهرين، هذا أمر صعب جدا. هني نرجع إلى نتجه إلى الدكة. من الفريق اللي عنده الدكة اللي تملك الأسماء الزينة الأسماء الجيدة؟ هني شوف هنا أن ريال مدريد هو اللي عنده الأفضلية في هذا الجانب، عنده أسماء كثيرة في دكة الاحتياط. وبعكس برشلونة اللي عنده يمكن ثلاث لاعبين هم اللي قادرين ما يغيرون شيء في الفريق. هني أيضا نروح نتعمق أكثر، ندش إلى إدارة المدرب إلى المجموعة. طيب محمد وقف عند زيدان، توزيع محمد الفترات الراحة إذا تسمعني محمد، هو اللي يقدر يكمل 11 محمد تسمعني لنهاية الموسم. أسمعك إيه محمد، بس ننتظر موضوع المدرب زيدان، أخذ الاتصالات وارجع لك. معي عبد الله، حياك الله يا عبد الله. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. حياك الله أخوي عبد الله، تفضل. العافية أخوي، بس اللي بغيت أتكلم عن الحين جاهزية الأندية الدوريات الكبرى. طبعا نخلي الدوري الالماني لانه ما في منافسه كلش على مدى يعني 5 سنين، نفس البطل نفس السيناريو كل سنه. فاحنا نتكلم عن الدوريات الثلاثه اللي هو الايطالي والاسباني والانجليزي، جاهزيتهم ومنو راح يتوج باللقب. هل يعني مثلا بالايطالي ابي اعرف منو البطل، يعني توقعات المحللين اخواني وياك. وثاني شيء بكره ان شاء الله سهيل موجود؟ لا بكرة سهيل ما هو موجود. عامر نوصل له رسالة ولا إن شاء الله أسبوع الجاي يكون ويانا؟ إيش رأيك أقول له رسالة الحين؟ تفضل قول له رسالة. يعني أخي سهيل، أنت رجل مثقف رياضيا وفاهم، مفروض أنك ما يعني أي واحد ينتقد المنتخب الألماني أو ينتقد أي شيء بالألمان ما تهاجمه ولا تعصب ولا يعني. مثلا آخر مرة أنا دقيت عليه مرتين، حط صورة 7-1. طيب يعني هو مهاجمك يعني ولا قل؟ لا يعني هو ذكر سبع مثل ما أنت قلت. يعني أنا أذكر مداخلتك،
هذه مناوشات طبيعية. وبعدين إذا معيارك أنت تكلمت عن الدوري الألماني، أنت قلت الدوري الألماني محسوم 7 سنوات، نفس الشيء في الدوري الإيطالي. إذا هذا معيارك فيه إن البطل ثابت الفترة بس فقط، يعني بإيطاليا أكثر، بإيطاليا أكثر، إحنا ما نتكلم عن الموسم بس، إذا هذا معيار. أنا قاعد أتكلم عن موضوع ثاني، موضوع إيطاليا والبرازيل عدل. إيه. فآخر مرة هو انتقد ولا كأن في فريق برازيلي. وصلت رسالتك، ويا ليت إنك تكون موجود إذا كان سهيل موجود معنا. عبد الكريم، حياك الله عبد الكريم. مساكم ولا أجمل مساكم، حضر يا هلا ومرحبا والله. حياك الله، وإن شاء الله مساءنا يفك الحظر وياك ويا كل اللي يشاهدنا إن شاء الله. معين وعلى كل المسلمين يا رب. حبيب الله يسلمك، تفضل أخوي. والله حبيت أتكلم، يعني أنا أتكلم عن الدوري الإسباني دائما. نعم. أنا مدريدي وافتخر بالشيء هذا، لأن المدريد دائما يبث السعادة حق جمهوره. أنا بتكلم جزئية بسيطة، أنا يتكلمون عن فانداك وراموس. يا جماعة راموس تاريخ، راموس ألغاب، راموس كور حاسمة، راموس يعني قائد صحيح. مع احترامي لفانداك، أول سنتين سويتوه أحسن من سيرجيو راموس. شيء غريب اللي قاعد يصير في كرة القدم. من اللي سواه عبد الكريم؟ يعني بعض الجمهور يعني يقول فانداك أحسن من راموس حاليا. طيب أنت حاليا منو أفضل مثلا أنت بالنسبة لك؟ راموس مراحل. طيب وأنت ليش مثلا تحجب وجهة النظر الثانية اللي تعارضك؟ أحجب وجهة النظر، أنا ما أحجب وجهة النظر، في وجهة نظر تشي العقل، هذه وجهة النظر ما تشي العقل. بالنسبة لك؟ ما يصير يا جماعة تقارون لاعب نفس راموس سوى شيء كثير في كرة القدم. طيب. حسم بطولات. طيب بس عبد الكريم قبل لا تروح، واضح ان انت من عشاق انك تحفظ الجمل والكلام الرياضي ولا علاقه في التعليق، ايش رايك تقول لنا شيء بما انك يعني دشيت؟ الله الله يا التاريخ يا جماعه، يا جماعه مدريد ناس تجي وتروح ما حد درى عنها، لكن ناس انجت تملي المكان هيبه. الله يا ملكي راموس، يلا غير دقيقه نبيها منك 95، والله تخوف. لا 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 لا، والله وعدكم الكبير، والله جابها الملكي 1-0. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. شكرا لك، شكرا لك يا عبد الكريم، شكرا لك. معنا حسن الصراف، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم، يعطيك العافيه، صبح عليك وعلى الاخوان. نبي منك مقطع تعليق تعلق ابو علي. لا انا والله ما اعرف اعلق يا ابو محمد، بس تقطع وقتي. انت تعرف بس ميسي، تفضل قول. حبيب قلبي، اول شيء ابو محمد، كابتن عادل قاعد يقول احنا منحوسين بالاجر، يعني نادي ليفربول يمكن ابتعد عن الدوري 30 سنه، في انديه من التوب 5 او توب 6 بالدوري الانجليزي ابتعدوا على 40 و45 سنه، ومنهم مانشستر من 67 يمكن اعتقد يمكن 27 سنه ما شاف الدوري. هذه شغله. الشغله الثانيه ابو محمد بخصوص سؤال اليوم اي مركز راح يوصل فريقه كذي، انا اشوف برشلونه هالموسم راح ينهي الدوري وهو مركز الثالث بسبب مشاكل اداريه اللي قاعد تصير. وانت يا ابو محمد شخصيا ظلمتني بتاريخ 30 مارس هالسنه يوم قلت لك ان ميسي صارت له مشكله مع خفض الرواتب، والحين ميسي مصرح قاعد يقول هو انا ظلمتك في تاريخ 30 مارس. 30 مارس، شوف شوف الحلقه اي ساعه تدري. اي ساعه وكل البرنامج يا ابو محمد. زين الله يهديك، الله يهديك يا ابو علي. 30 مارس 30 مارس يوم جمعه، ما كان عندنا حلقه يا ابو علي. لا وش دراك محمد انت ايش دراك يا حبيب حبيب ابو علي، شكرا لك شكرا لك. عندنا اتصال مع حسين. هلا ابو علي. حبيب قلبي السلام عليكم. سلام العافيه، عافيك حياك الله ابو علي. تحياتي حق النجمين اللي وياك، بالخصوص المدريدي الكبير اللي دائما انا كل ما اتابع الحلقه وهو فيها ويتكلم عن مدريد، يا اخي حتى لو مدريد خسران انا مرتاح عادي. الحين يشوف نفسه علينا ابو سهيل بالبيت. لا صدقني، شوف انا اتابعه بصمت على التويتر، ترى جد والله، والانيق جدا الليفربولي الجميل الحقاني، يعني انتم الحين على الشاشه قاعد تونسونا والله العظيم، يستاهلون الشغل والله، يستاهل عادل، يستاهل محمد. فاكين عنا الحظر شويه. طبعا كابتن عادل انا وايد احبه على فكره، انا ما احب ليفربول بس احبه هو الخاطر، انا احب ليفربول. فتحياتي لكم، انا داق بس اقول قول. الله يبيض وجوهكم وان شاء الله الله يسهل هالامور ان شاء الله وتنزاح الغمه عن هالامه ان شاء الله. الله ما جاوب على السؤال، من سيكون البطل؟ مدريد حجي، مدريد مدريد مدريد. طلعت يعني اخر شيء طلعت صجيه. شكرا لك ابو علي، شكرا لك. نرجع لكم محمد، انت تكلمت على مدرب وزيدان، بس يا جماعه يعني السؤال يفرض نفسه،
يعني ترشيحات ما بين ريال مدريد وبرشلونة. ونذكر مشاهدينا أن النظام المعمول فيه في الليغا يعتمد في حال تساوي النقاط على المواجهات، بما أن كلاسيكو الذهاب في الكامنو كان 0-0 وكلاسيكو الإياب في البرنابيو بنتيجة 2-0 ريال مدريد، لو تساوت النقاط، حاليا متصدر برشلونة بفارق نقطتين، لو تساوت النقاط فإن ريال مدريد سيكون البطل. محمد سيل خليك صريح أكثر، أنت عادل وما نبي هالدبلوماسية اللي ما تعودنا فيها مع المشاهدين. يمكن عادل من حقه كونه مو مشجع لريال مدريد أو برشلونة، لكن مبني على مثلا معطيات بنسبة مئوية من سيكون البطل. محمد وياك. شوف يعني احنا أول شيء خلنا نتفق أن الفريقين رجعوا بحالة بدنية ممتازة، يعني حسب كلام ناتشو ذاك اليوم في اللقاء قال احنا لياقتنا 80-90%، فاللياقة البدنية هذا أمر يعني خاصي من عندنا، لأن الفريقين تعاملوا باحترافية في 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 تطبيق مثلا التمارين عن بعد، فهذا خاصي منا جاهزية بدنية. نرجع إلى فنيا ولياقة المباريات، التمركز والحس، تحس التمركز والأمور هذه، هذه الأمور كلها تفتقدها، فهذه الأمور إلى الآن مو واضحة عند الفريقين. ما نعرف رتم الفرق، يعني احنا حاليا قاعد نشوف بايرن ميونخ بالرتم الحالي نفس الرتم اللي أنهى فيه اللي توقف فيه في قبل الأزمة، فهل هذا الشيء راح نشوفه في ريال مدريد وبرشلونة ولا لا؟ إذا شفناه في ريال مدريد وبرشلونة هني ممكن الأمور راح تكون صعبة على الفريقين. أنا شخصيا حسب مثلا منظور الجدول راح أشوف أن ريال مدريد هو أقرب للدوري. ليش؟ لأن برشلونة عنده مباريات صعبة وعنده 6 مباريات خارج ملعبه، ريال مدريد تقريبا خلص من المباريات الصعبة، برشلونة عنده أشبيلي، أتلتيكو مدريد، بلباو، في ريال، سلتفيقو، وهذه المباريات كلها صعبة. ريال مدريد يمكن عنده 3 مباريات صعبة فقط، بلباو، سوسيداد، فالنسيا، في ملعب ريال مدريد. فكصعوبة مباريات وضع برشلونة هو أصعب من وضع ريال مدريد. ريال مدريد محتاج الى تعثر وحيد فقط من برشلونه علشان ان ريال مدريد ياخذ الدوري او انه يرجع الى صداره الدوري. طيب محمد، يعني يمكن انتشر مقطع لتدريبات ريال مدريد وهدف بنزيمة الحاسم، ما راح يكون له دور في هذه ال 11 مباراه؟ الشيء اللي احنا كنا نقوله في بدايه الموسم يمكن احنا راح نشوفه في المباريات الجايه، اللي هي بنزيمة محتاج الى توليفه الاجنحه المناسبه له المتناغمه معه. نحتاج يعني بعد 11 موسم محمد، بدايه الموسم بنزيمة ما كان عنده تناغم مع الاجنحه، لكن حاليا احنا قاعد نشوف هازارد موجود، هازارد راح يقدم الاضافه الكبيره مع بنزيمة. سنسو بعد لا ننساه، هذا اللاعب اللي يعتبر ايضا صفقه جديده في هذا الموسم، شفناه لاعب ايضا رجع في حاله بدنيه ممتازه، يعني الجماهير المدريديه يشوفون اسينسو هازارد هم الصفقات الجديده. طيب محمد، سؤالي واضح، تشوف بنزيما راح يكون حاسم في مساله تدريب ريال مدريد؟ انا ابصم لك طالما وجود هازارد وهازارد بفورمه عاليه، ابصم لك ان بنزيما هو راح يحسم دوري الاسباني لريال مدريد. طيب دائما لما نتكلم عن بنزيما يعني الاجابه تكون بلاعب ثاني، بعدين انا اتكلم عن بنزيما في سابقا كريستيانو، حاليا هازارد. لان شوف احنا ما نقدر نقول لاعب والله هو اللي شايل الفريق، هذا امر مستحيل. يعني حتى ميسي في برشلونه، حتى كريستيانو في ريال مدريد، ما نقدر نقول هذا اللاعب هو اللي شايل الفريق كله، صعب. في منظومه، في مجموعه لاعبين. لا احنا ما نقول هو شايل الفريق، هل يكون له تاثير كبير بارز في ال 11 مباراه؟ هذا كان هو السؤال. انت تشوف ريال مدريد بطل محمد؟ انا اشوف ريال مدريد هو البطل. طيب ابو عبد الله عندك؟ أنا يعني لازم أشوف أول لعبتين من الـ يعني الـ العودة بعد العودة علشان تشوف جهوزية الفرق. أنا للحين يمكن الفكرة اللي قالها بوسهيل عن جهوزية الفرق، أن الفرق متساوية، يعني هي صح ومو صح، يعني الظروف متشابهة، لكن خلطة التدريبية أو الخطة التجهيزية للفرق جديدة على المدربين، فممكن في فرق ممكن تظهر بشكل سيء. يعني احنا شفنا مثلا افتتاح الدوري الالماني دورتموند مع شالكه، مع ان هذا ديربي ومع ان المباراه هذه دائما تكون مباراه صعبه، شفنا جهوزيه شالكه، جهوزيه كانه فريق شارع، كانه فريق هوات، ما كانه فريق محترفين وفي الدوري الالماني، والدوري الالماني معروف عنهم الانضباط ومثل هذه الامور، فبالتالي في خدعة بالموضوع. طيب عادل إذا افترضنا أن الأمور طبيعية في مسألة الالتزام والانضباط والتجهيزات ما قبل العودة في ريال مدريد وفي برشلونة، وهذه المعطيات اللي متعارف عنها سابقا، من سيكون يعني الترشيحات لا أكثر بوجهة نظرك نسبيا؟ الجدول مثل ما قال بوسهيل، الجدول يخدم ريال مدريد،
لحد الآن أنا ما أشوف برشلونة هذا الموسم مقنع، ما هو برشلونة السنتين ثلاثة الأربعة اللي طافوا. فريال مدريد هو أقرب نسبيا إذا تكلمنا عن الفترة اللي وقفوا فيها. طيب. يعني إذا يعودون نفس المستوى مدريد أقرب. طيب معنا اتصال من لاعب نادي العربي السابق المميز حسين الفيليشاو، حياك الله يا أبو علي. يا هلا ومرحبا فيكم. الله يسلمك، شرفتنا يا أخوي، تفضل. يعطيكم العافية، بمشي عليكم وحب مشي على صبح عليكم. حياك الله، صبحك الله بالخير، يعطيكم العافية. العافيك. بعدون شلونك؟ خير الله يسلمك. أبو علي عاد ميولك مع منو؟ أنا برشلوني. إبراهيم، إبراهيم. إيه أبو إبراهيم برشلوني ها؟ برشلوني إيه. وبعدولي عارف إني برشلوني. إيه. يعني لازم يكون في على قولتهم طرف. أنا في بعض النقاط بغيت تفضل عليها. تفضل أبو إبراهيم. يعني أنا بين مؤيد ومعارض. للحين يعني الأيام اللي فاتت مثل ما أقول في تمارين لكل الفرق اللي موجودة على الساحة الرياضية. يعني لو تكلم عن ريال مدريد هم يطمح إنه يحقق مثلاً الدوري. حق مشروع لكل الفريقين إنه حق، بس المعطيات شو تقول؟ يعني إذا تختصر. للحين ما تحكم على من ثاني لعبة أو ثالث لعبة. أنت إذا كانت طبيعية أبو علي وكونك برشلوني متابع وعندك ثقافة رياضية، بالنسبة لك وين رايحة؟ تشوف الليغا وين رايحة كتوقع؟ والله الليغا برشلونة، أنا أشوف أن برشلونة. كونك برشلوني ودائما مميز، شكرا لك يا أبو علي، كنت مميز كلاعب سابق ومميز حاليا، وإن شاء الله إذا رجعت الأمور طبيعية يعني نوجه لك دعوة تكون ضيف مميز وتنورنا في الاستوديو. شكرا لك يا أبو علي وشكرا لمحلينا. نريح بفاصل ونرجع نكمل حلقتنا وياكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. للمرة الأولى في عالم كرة القدم سيكون هناك 5 تبديلات في المباراة الواحدة، لنا كلام أكثر مع محلينا لكن بعد هذا التقرير. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل شهر ونصف بأنه سيسمح للدوريات بأن تسمح بزيادة عدد التبديلات إلى 5 في المباراة الواحدة بشرط أن تكون على 3 فترات، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في الدوري الألماني منذ عودته، وأعلنت بقية روابط الدوريات الكبرى عن موافقتها على هذا الإجراء عند استئناف الموسم. والفكرة من هذا القانون الاستثنائي هو مساعدة الأندية واللاعبين الذين غابوا عن ممارسة كرة القدم لفترة تزيد عن 2 شهرين، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث. وسيكون من المثير أن نرى تأثير هذا القرار على خطط المدربين وتحضيراتهم للمباريات، فالآن أصبح للمدرب القدرة على تغيير حوالي نصف الفريق خلال المباراة، وهو ما قد يلعب دورا كبيرا في تغيير نتائج المباريات والتأثير عليها فيما تبقى من الموسم. شكرا للمميز عودي عوض على هذا التقرير المهم اللي يفرض تساؤل لكل المشجعين. عادل رأيك في هذا القرار ومدى فائدته لعودة الأندية ومساعدتهم في الفترة المحصورة تقريبا في أقل من 2 شهر؟ هو الموضوع كله متعلق في الجهوزية البدنية وحماية اللاعبين. اليوم اللاعبين غير جاهزين فما يقدرون يلعبون 90 دقيقة كاملة مستوى عالي، راح تشوف كثير من اللاعبين بعد 2 3 لعبة خصوصا الجدول مضغوط راح تكون في اصابات. فبالتالي تبديل 5 او قرار انه يكون في 5 تبديلات قرار موفق علشان حمايه اللاعبين.
في ناس ممكن تتكلم عن الموضوع التكتيكي انه ممكن المدرب يلعب بالتكتيك، انا ما اشوف ان الموضوع تكتيكي لان اللاعبين غير جاهزين. لو اللاعبين جاهزين، لو نفرض ان هذا القرار راح يستمر للموسم القادم، اقول لك ممكن يصير فيها لعب تكتيكي، ولكن اكثر اغلب الظن راح يكون اللعب على الموضوع البدني. محمد، ان احصر يعني وانه يكون النظام في ثلاث فترات في المباراه، يعني تقريبا بعد 30 دقيقه في بنص ساعه والى 60 دقيقه والى يعني تقسم 90 دقيقه ثلاث فترات، تشوفه ممكن يعني يستفيد منه مدربين او ممكن يستفيد منه بعض الانديه اللي ما يملك سكواد مثل ما ذكرت نفس برشلونه مقارنه في ريال مدريد اللي يملك يمكن 24 اسم ولاعب؟ شوف، هو الفكره من القرار كله ترى مثل ما قال عادل حمايه اللاعبين، ولكن لو ترجع المباراه مثل الدوري الالماني ترى ولا نادي طبق هذا القرار باستثناء يمكن شالكه امام دورتموند. القرار قرار سليم 100% بحاجه لا الى الانديه بحاجه يحتاجون المدربين نظرا لضعف جوزيه اللاعبين البدنيه. احنا نتكلم لما يدخلون في الضغط، يعني مثلا انديه الصداره تدخل في ضغط الصداره، انديه اللي تصارع على الهبوط تدخل في ضغط الصراع على الهبوط، هذا راح ياثر عليهم نفسيا، الحاله النفسيه طبيعي انها راح تطلع اصابات. احنا يمكن شفنا هالاند في اول عمليه ضغط ضد البايرن، مباراه صعبه، مباراه كبيره، لازم افرض نفسي، لازم لازم لازم، تعرض الى اصابه عضليه وطلع من المباراه، فالضغط النفسي راح ايضا راح يسبب لي هذا للاصابات. لا احنا قبل كم يوم يمكن كارفاخال وبيكي وكوكي ويارا مندي اجتمعوا مع الحكومه الاسبانيه وقالوا قالوا ان قرار عوده الليغا قرار مستعجل، كلهم اتفقوا على نقطه واحده، النقطه هذه هنا ان احتماليه اصابه اللاعبين عاليه جدا وممكن نتاثر عليهم في المستقبل. فالقرار هو مثل ما قال عادل لحمايه اللاعبين من الاصابات، ولكن انا بوجه نظري المدربين ما راح يستخدمونه بشكل يعني كامل بشكل 100%، لا ممكن يعني مثل ما قلت لك انا ولا نادي في الدوري الالماني استخدمه باستثناء شالكة وكانت المباراه منتهيه يعني، ومجرد انه والله انا بطبق خمس تبديلات فقط، ولكن القرار هو سليم 100%. طيب انتم عادل بديتوا كلامكم محمد ان القرار من مصلحه اللاعبين وفي مساحه اكبر لمساعدتهم بدنيا ولياقيا تدريجيا لعوده المباريات والاحتكاك والمنافسه، ليش ما يستفيد منه المدربين يعني محمد؟ شوف خليني اقول لك، يمكن في مدرب مثلا كيكي سيتين طلع قال هذا القرار راح يضرني لان انا اسلوب لعبي اني اتعب الخصم وابدا اهاجمه، فقال القرار هذا راح يساعد الخصوم اللي راح تلعب ضدي. في ريال مدريد اتوقع ممكن انه يساعد لان في ريال مدريد عنده وفره نجوم في دكه الاحتياط وقادر زيدان مثلا انه يوزع فترات اللعب على اللاعبين، وقادر مثلا يعني ممكن احتاج اربع ريال مدريد من الفرق اللي ممكن تحتاج اربع تبديلات في المباراه، هذا ممكن انه راح يفيد ريال مدريد. يعني هي المسألة في أندية تستفيد وفي أندية لا ما راح تستفيد ولا قادرة أنها تطبق أصلا، ما راح تطبق لأن فعلا مثل يعني فعلا أنها راح تأثر على الهوية الفريق الفنية ممكن. طيب عادل نفس السؤال، هل نوعية اللاعبين لها علاقة في هذا القرار أنه ممكن يستخدم المدربين ولا لا؟ نعم، هل نوعية اللاعبين ممكن يعني يحكمون المدرب ويقيدونه في مسألة استخدام هذا القرار التبديلات الخمس؟ يعني شخصية اللاعبين دائما تكون مؤثرة داخل غرفة اللاعبين. الشيء بالشيء يذكر، أنا تابعنا يمكن كثير منا تابع مسلسل مايكل جوردن اللي هو The Last Dance، هذا يعطيك انطباع واضح عن غرفة اللاعبين. يعني اللي ما يعرف غرفة اللاعبين، مو شايف غرفة اللاعبين وطريقة تعامل اللاعبين مع بعض ومع المدرب، يشوف مسلسل يستفيد منه. فاللاعبين أكيد أنهم مؤثرين على المدرب وعلى اتخاذ قراره، ولكن المدرب القوي، المدرب اللي عنده نظرة، المدرب اللي عنده فكرة، يقدر يقنع لاعبينه ويقدر يأثر بشكل أكبر، لأنه بالنهاية المفروض هو يكون عنده القرار الأخير. طيب الكل يعني يعترف ويقر أن مايكل جوردن هو الأسطورة الأوحد بالنسبة لي، ويمكن يتفق معي الكثيرين في كرة السلة. في كرة قدم في نفس شخصيته عادل؟ نفس شخصيته يعني هو ميزة اللاعبين هذيلا إن كل لاعب حتى بكل لعبة يكون يعني واحد يعني one of the kind، يعني واحد من مليون، ما يتكرر، مو يعني ما اقدر اقارن لك جوردن في مارادونا في بيليه. انا سؤالي واضح ان نفس اللي شفناه في خلال المسلسل، الشخصيه والشغف اللي عنده، هل موجود في لاعب بالك في كره القدم؟
اي لا في 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 بيلي في كريستيانو في في كثير من اللاعبين عندهم هذا الشغف يعني صحيح. عندهم انا ترى وياي نفسك يعني كريستيانو رونالدو انه يملك نفس الشغف والحماس اللي هذا الاستمراريه اللي دائما من بدايه لغايه الحين. طبعا طبعا كريستيانو رونالدو انا دائما اقول هو يصنف من افضل الرياضيين مو بس في كره القدم، افضل الرياضيين بالتاريخ على كل اللعبات، فهو مثال يحتذى فيه ونشوفه احنا يعني ما هو فقط كلاعب كرة قدم يعني ما أنا يجيب لاعبين الصغار وإحنا ندربهم ما نقول لهم شوفوا مهاراته، هذه إضافة، وايد لاعبين تقدر تشوف مهاراتهم، مو كل لاعب يقدر تكون عنده هذه المهارات، لكن شوف اللايف ستايل، شوف شلون هو مهتم بنفسه، شوف شلون مهتم بالتغذية، شلون مهتم بالنوم ماله، بالأكل ماله، اليوم بالحظر هو لاعب كأنه ما وقف. صحيح. حد الآن سوى اختبارات اللياقة يقول لك نفس اختبارات ويمكن أفضل من أول الموسم. صحيح. وهذا الشغف وهذا الاهتمام عبد الله في العالم يكون نفسه. نعم هذا الشغف وهذا الاهتمام لكريستيانو رونالدو وصل إلى يعني رقم كان هو السباق فيه في عالم كرة القدم، وهو أنه كسر ثروته حاجز المليار، أول لاعب في كرة القدم محمد سيل، يعني حماسه وشغفه ومجهوده وتعبه حتى ماديا وصل إلى رقم كان هو الأول في تاريخ كرة القدم. يعني شوف ترى هو بعيدا عن أنه قاعد يشتغل على نفسه كلاعب، هم قاعد يشتغل في كنفسه كرجل أعمال. شوف أنه عنده سلسلة فنادق، عنده ماركات عالمية للملابس، عنده أمور كثيرة في 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 البزنس باسم كريستيانو رونالدو. يعني الشخص مناسي نفسه في هذا الجانب. يعني في لاعبين يقول لك لا انا اكون ثورتي في كره القدم من ثم اتجه للبزنس، لكن كريستيانو رونالدو في نفس الوقت اللي هو قاعد يكون ثورته في كره القدم، اللي قاعد يقدم عطاءات ويقدم اشياء كبيره ويقدم يحقق انجازات في كره القدم، في نفس الوقت قاعد يسمع من نفسه رجل اعمال، قاعد يبني الفنادق، قاعد يسوي له سلسله فنادق ماركات عالميه، قاعد يعني صار وجه اعلامي كبير لكثير من الماركات العالميه، وهذا الشيء هو اللي خلاه يدخل في عالم انه يدخل يكون من ملياردير. يعني مو بس ترى انه وجه اعلاني، لا عنده بزنس، عنده امور كثيره، عنده يعني تخطيط رهيب محمد، عنده توازي في مساله كره القدم والمساله الاقتصاديه التجاريه والتسويقيه، شيء رهيب يعني اعترف وياك. محمد بما ان نتكلم عن التبديلات، منو افضل مدرب بالنسبه لك يبدل، ومنو افضل تبديل يعني كلاعب شاهدته من بلشت تتابع؟ وهذا نفس السؤال العادل قبل لا نغير المحور. افضل تبديل اكيد تبديل جوتزه المانيا ضد الارجنتين، وتبديل كريستيانو ضد برشلونه في السوبر، اكيد هذا احسن تبديلين. منو افضل مدرب يبدل بالنسبه لك؟ تقريبا يعني مورينيو يمكن افضل مدرب يقرا احداث المباراه. عادل عندك افضل مدرب يبدل؟ فيرجسون. افضل تبديل انا عاصرته تبديل نهائي الشامبيونز ليج 2005 ليفربول مع ميلان، لما بدل الباك اليمين ودخل هامان، بينيتس بدل الباك اليمين ودخل هامان وانقلبت المباراه، لانه قدر يسيطر على منطقه وسط الملعب وتغير الرسم التكتيكي من 4-4-2 ل 3-5-2. يعني انتوا اثنينكم ما شاء الله متابعين، ما حد قال تبديل سولشاير في نهايه 99 مانشستر يونايتد ضد البايرن. سولشاير صح هم سولشاير شرينغهام وياه، يعني هالتبديل غير مجرى المباراه واثنينهم ساهموا في الهدفين. لحظه انا اقول لك شيء، انا قلت لك منو احسن واحد يبدل؟ قلت السير بس كملها، يعني كملها في افضل فرقسن. تبديل احنا يعني فيرجسون عنده وايد مباريات بدل فيها وعمل كثير من التبديلات المميزه، لكن هذا تبديل تاريخي. ليش؟ لان كانت النتيجه 3-0 الشوط الاول، الشوط الثاني صارت 3-3. نعم، واذا ما اذا ما تخلني الذاكره بعد عندي مباراه، عندي مباراه كانت مؤثره من ناحيه التبديلات، مباراه نهائي اليورو 2000 ما بين فرنسا وايطاليا، ثلاث لاعبين شاركوا، وورتد هو اللي سجل هدف التعادل في اخر دقيقه في الشوط الثاني، وبيريز هو اللي صنع لتريزيجيه الهدف الذهبي، وهم الثلاثه كانوا من ضمن التبديلات، فيحسب للثلاث تبديلات وتاثيرها. يعني يمكن اذا ما خانتني الذاكره في هذه المباراه. محمد سيل، عندك موضوع كريستيانو بتبديله بس انه انطرد في المباراه اللي ذكرتها، اذا هذه المباراه اللي تقصدها. المهم انه قوم يعني وسع الفارق هذا بالنسبه لي، وانتم بعدين سؤالك ترى كان واضح، سؤالك كان افضل تبديل بالنسبه لك،
انا التبديل اللي بالنسبه لي اللي اثر فيني هو تبديل جودزا في النهائي كاس العالم وتبديل كريستيانو انه وسع الفارق على برشلونه. طيب وين كان انطرد يعني بالنسبه لك يعني، وفي كثيرين يتابعونك ويتابعون البرنامج حاليا، يعني لما اقولك بالنسبه لك يعني انت لازم تحط ببالك تراعي من الاكثر يعني عقلانيه او منطقيه في 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 اجابتك لما تقول لي يعني لما تقول لي جودزا يعني انا افكر على طول كونك مدريدي انت مثلا استانست ان ميسي ما حقق كاس العالم استنتج. صح اي طبعا 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 اكيد. ليش اقول يعني ان تبديل جودزا ما له علاقه في الموضوع كله، ولكن العلاقه انه والله ميسي ما يحقق كاس العالم يعني شغلك ميسي يعني. كل مكان شغلك ميسي كونك مدريدي اكيد طبعا، وخصم بالنسبه لل زين. ايش رايك في البرشلونيه اللي ايش رايك في البرشلونيه يقولون ايش رايك في البرشلونيه يقولون حاليا البرنابيو في عمليه ترميم عشان ميسي ما يعرف الملعب وهالسوالف اللي نشوفها بتنزل. لا اذا خلص البرنابيو ميسي يكون معتزل ما راح يلحق. كم يبي له محمد؟ لا ما راح يلحق، مغيرين مفتاح بعد ما راح يلحق خلاص. كم يبي له وقت يعني؟ يبي له اكثر من موسمين. اي راح يخلص 2021 طيب. وتوقعك لريال مدريد؟ توقع 2021. توقعك ريال مدريد انه راح يلعب الجولات اللي في ملعبه في ملعب ستيفانو راح يفرق وياه؟ اكيد 100% راح يفرق. انت اساس انه راح يفقد جماهيره كل الانديه طبعا. لا كارضيه ملعب، كارضيه ملعب واجواء. اكيد راح يفرق معاه بشكل كبير يعني. طيب مشاهدينا الكرام، كيف ستؤثر جائحه كورونا في سوق الانتقالات؟ خلونا نشوف ونرجع. شكرا عدي عوض على هذا التقرير. عادل، تأثير سوق الانتقالات في أزمة كورونا، هل ممكن نشوف ونشاهد أسعار مختلفة عن السابق؟ طبعا الآن أغلب الفرق متحفظة في سوق الانتقالات، وسبب التحفظ هذا أن هم ما هم عارفين تأثير الاقتصادي بشكل واضح على كل الأمور الحياتية، فما بالك على أسعار اللاعبين. اليوم ما يقدرون يشترون لاعب ب120 مليون وكاش موجود، فبالتالي موضوع البارو اللي كان يصير يعني موضوع انك تتسلف وتشتري وبعدين تعوض، هذا يدخل ممكن النادي في مشاكل اقتصاديه في المستقبل. فبالتالي اتوقع ان التحفظ راح يكون كبير، وكثير من الصفقات راح تتاجل لشبابيك انتقال بالمستقبل يعني. نعم محمد سهيل، حلمك وحلم نواف دريب والمدريديه امبابي تشوفه صعب بالصيف في هالازمه الماليه؟ شوف المنطق يقول لك صعب امانه. احنا اليوم قاعد نتكلم في الصحف الاسبانيه، الصحف المدريديه قاعد تتكلم اليوم انه اتخذ القرار، يعني طبعا هي تكهنات مش رسمي، يعني اتخذ القرار انه بيريز خلاص ما راح يعمل صفقات في هذا الموسم، راح يكون صيف بارد وصيف هادئ بالنسبه لريال مدريد. احنا نتكلم انه النادي دخل في مرحله خساره يمكن 200 مليون من ايراداته، يعني هم في كل سنه يحقق ايرادات 800 مليون، لكن في هذه السنه راح يحقق ايرادات 500 مليون. وهم صعبه انك لما تطلب من اللاعبين ان ينخفضون من اجورهم من رواتبهم، بالمقابل انت تسوي له صفقه في 200 مليون، فهذه يعني تناقض للموضوع نفسه. لما تطلب من اللاعبين ينزل راتبه وبالمقابل انت تسوي صفقه، انت قاعد توفر فلوس عشان تسوي صفقه. يعني ريال مدريد حاليا يمكن راح يطلع في هذا الموسم 500 مليون، راح 50% راح تروح حق رواتب اللاعبين، هذا غير اللي يعني مثل الشركات اللي متعاملين معاها ريال مدريد، مثل الشركات اللي توفر الأجهزة الرياضية، شركات تبع التسجيل، شركات تبع التصوير وغيرها من هذه طيب. الأمور. فما أعتقد أن في المبلغ الكامل أن نجيب صفقة بقيمة 200 مليون أو 250. ماجد من السعودية، حياك الله يا ماجد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخوي. حييك أول شيء وحيي ضيوفك الكرام. حياك الله يا أخوي. وأحب شو اسمه أعقب على كلام أخوي محمد السيد. قول. أسأله سؤال بس. يعني هو يشجع ريال مدريد وخصمه برشلونة في إسبانيا، إيش علاقة ميسي في الأرجنتين يشجع ألمانيا بالضبط؟ يعني إيش الربط؟ طيب. أنت تشجع شو اسمه في إسبانيا، إيش دخل ميسي في الأرجنتين؟ يعني إيش اللي كرح إن ميسي يخسر كأس العالم؟ ميسي اسطوره، يعني حرام انه وش اسمه ينهي مسيرته بدون ما يفوز
كأس العالم. شكرا. طيب معنا فهد، حياك الله يا فهد، تفضل. الله يحفظك ابو محمد. يحفظك طال عمرك. مسيك بالخير انت والكباتن اللي معاك البطل السهيل والموسوعة استاذ عادل. حياك الله طال عمرك. اخوي ابو محمد سؤالي بالمختصر، شنو اللي قاصر على الانتر انه ياخذ الدوري؟ انا من عشاق الانتر مع مورينيو. في هذا الموسم؟ اي هذا الموسم شنو يقدر يسوي عشان ياخذ الدوري؟ طيب. بس وشكرا. شكرا لك. محمد يسألك ماجد من السعودية، شنو علاقة وشنو الربط يعني ذكرت تبديل جودزا وانت لا تشجع لا ألمانيا ولا تشجع يعني حتى مثلا البرازيل، تشجع إسبانيا، وش الربط يعني الغريب يعني حسب سؤاله؟ يعني الربط مثل ما قلت لك انا ميسي يعني ما يعني هم انتم تصيرون حساسين زادة عن اللزوم. انا شخص مثلا في اشياء في كرة القدم ما احب اشوفها تحصل، في اشياء احب اشوفها تحصل، من ضمن الاشياء اللي ما احب اشوفها تحصل ان ميسي يكون بطل كأس العالم. بس يعني هذا امر طبيعي، انت مثلا ما تحب تشوف مثلا نادي محمد ليش شنو تحس فيه يعني؟ ليش هذا امر طبيعي زين؟ ليش يعني لو توج ميسي في بطوله مع المنتخب شنو اللي راح يصير لك يعني؟ ما راح يصير شيء، يبقى اسطوره ويظل اسطوره يعني، ما راح يبقى شيء، ما راح تغير شيء يعني. طيب عادل نفس الشيء، سؤال فهد يقول لك شنو ينقص الانتر عشان يحقق لقب الاسكوديتو هذا الموسم؟ الخبره والممارسه والمنافسه بشكل مستمر، ما ناقصه شيء. هو كلاعبين كمجموعه قاعد يؤدي هالموسم ممتاز، ولكن الخبره الموجوده عند اليوفنتوس اكبر اليوم. اذا بتقارن مثلا انتر ميلان حاليا في مع مورينيو، قبل مورينيو 4 سنين انتر يحقق الدوري، فبالتالي انتر ميلان ذاك الوقت كان هو اللي عنده الممارسه والخبره واللاعبين متعودين على تحقيق البطوله. فبالامتار الاخيره انت لما تنافس تحتاج تنافس مره ومرتين علشان تقدر تحقق بطولة أو تأخذ الفرصة اللي يطيح فيها النادي المنافس أو مثل اليوفنتوس يعني. طيب عادل بعد 5 أيام ستعود الحياة الكروية في إيطاليا في مواجهة اليوفي مع ميلان في كأس إيطاليا، شلون شايف العودة بشكل مختصر، عودة الحياة الكروية خصوصا الأزمة اللي عاشتها إيطاليا في كورونا ومدى الإضرار اللي شفناها؟ طبعا شوف احنا لازم ما نغفل عن امر مهم جدا، يعني الناس دائما تفكر ان رياضه ان كره قدم ولاعبين يلعبون ملعب. لازم نعرف ان الرياضه تعتبر داعم اقتصادي للدوله بشكل كبير، وغير ان هي داعم اقتصادي للدوله هي تحافظ على عمل كثير من الناس البسيطه اللي موجودين في الانديه وفي الاندستري او في صناعه كره القدم. فبالتالي عوده الرياضه امر مهم سواء على الجانب الاقتصادي للشخص والفرد والدولة بشكل عام، وأيضاً على الجانب النفسي لأن هي متنفس. فاليوم إحنا نطالب الناس أنها تقعد ببيوتها، نطالب الناس أنها ما تطلع، نطالب بالتباعد الاجتماعي. وجود عامل ترفيهي في التلفزيون يخلي الناس تقعد في البيت تتابع المباريات، هذا أمر ينفس عن الجمهور وشيء إيجابي ومميز. طيب عبد الله سألكم من سيكون البطل في مختلف الدوريات؟ طبعا في إنجلترا مسألة محسومة، وفي الليغا تكلمتوا في بداية الحلقة، في إيطاليا من سيكون البطل كاسم توقع عادل؟ يوفنتوس هو اللي عنده علو كعب على باقي الفرق الموجودة اليوم. احنا نتكلم عن ان في 3 فرق منافسة، يمكن لازيو الحين اقرب حق اليوفي، ولكن الثلاثة مع الانتر هم منافسين. أشوف اليوفي عنده سكواد أكبر وعنده خبرة أكبر بالتعامل تحت ضغط آخر بالأمتار الأخيرة. طيب بس لا ننسى عادل، ويمكن أن لاتسيو ما عنده أي مشاركات غير الدوري، اليوفي عنده الكاس بعد 5 أيام وعنده الشامبيونز ليج، لكن ممكن النظام حسب الأخبار أن تكون بطولة مجمعة بعد انتهاء الدوري تخدم اليوفي في مسألة منافسة على الاسكوديتو. محمد سيد نفس السؤال لك في الكالتشيو. شوف على شوف الأغرب هم مثل ما قال عادل، يوفنتوس عنده الخبرة الأكبر في الأمتار الأخيرة، لكن لاتسيو عنده الرغبة أيضا الأكبر. لاتسيو عنده رغبة كبيرة جدا في تحقيق الدوري، هو قريب جدا ما هو بعيد، وممكن أن لاتسيو يعملها. يعني نعطيها 55-45 ما بين يوفنتوس ولاتسيو. نرجع لفيرنر، و حسب الأخبار الأخيرة تقول أنه أقرب لتشيلسي عادل، بما أن الأخبار السابقة كانت يعني تضع في ريدز ليفربول. في العامية وقاعد نشوفها أن مسألة السحبة وسحب على ليفربول وراح لتشيلسي
خصوصا ان كلوب يعني كان متواصل معه بشكل مباشر، شنو يعني لك هذا الشيء؟ ما في شيء اسمه سحبه، في شيء اسمه عامل اقتصادي. اليوم ليفربول غير قادر على دفع مبالغ كبيره حق فيرنر، احنا تكلمنا عن تاثير الاقتصادي للجائحه، فبالتالي اليوم الانديه كلها مثل ما قلت لك ما تبي تجازف. يعني ليفربول الان ما يبي يدفع 50 مليون، يبي يدفع 30 مليون، ما يبي يدفع الراتب 200 ألف، يبي يدفع 120 ألف مثلا، ولكن تشيلسي مستعد يدفع ال 50 مليون اللي هو كسر العقد، وايضا يبي يدفع راتب 200 ألف، ففي فروقات. عفوا عادل بس خلال شهرين كله عادل، بس تسمعني، لو انا فيرنر اروح تشيلسي. طيب بس عادل اذا تسمح لي، مكان اساسي إن شهرين كل الأخبار تقول فيرنر إلى ليفربول، وإذا مسألة إن ناحية اقتصادية فناحية اقتصادية عليك أنت كليفربول وعلى تشيلسي في المقابل. لا، تشيلسي النادي الوحيد، توني أنا قاري تقرير قبل يومين، النادي الوحيد في إنجلترا اللي قادر، عنده ميزانية قادر يصرف في السوق، لأنه هو السنة الماضية باع هازارد، والسنة الماضية كان موقوف عن الشراء، يعني كان موقوف بسوق انتقالات، فبالتالي عنده ميزانية. أما الأندية الباقية كلها راح تعاني بالفترة هذه، بتعاني من الأمور الاقتصادية. ليفربول يمكن السنة طافت ما شرى، ولكن ليفربول عنده مشاريع مرتبط فيها، توسيعة الملعب، بناء ملعب التدريب، مركز التدريب، أيضا تجديد كثير من اللاعبين، عقود اللاعبين، نتكلم عن فان دايك، عن فينالدوم، عن أكثر من لاعب، وتضخم الرواتب، فبالتالي صعب جدا انه يدفع 50 مليون. واليوم يورجن كلوب تكلم، قال احنا شلون ندفع 50 مليون واحنا نطالب ان اللاعبين ينزلون رواتبهم؟ فالشيء بشيء واضح ان الموضوع كله اقتصادي. طيب عادل، بس من خلال متابعه شخصيه لك في حوادث سابقه، انت مو مع الاداره يعني في وفاق، اليوم اشوفك تدافع عن الاداره. انا عمري ما شوف، انا دائما اقول في كره القدم او في الرياضه دائما ارائك، ما في شيء اسمه ابيض واسود. انا دائما اقول اداره ليفربول ممتازه من الناحيه الاقتصاديه، مشروعها كان طويل الامد، مشروعها خلى ليفربول مستقر اقتصاديا ومستمر سستينبل. يعني غيرت من رايك؟ لا ما غيرت رايي، هذا رايي. لكن سابق كنت تهاجم الاداره. الرياضي هما لحد الآن، أنا أقول لك دائما هما يعتمدون بشكل كبير على المدرب. يعني هما إذا المدرب مثل يورجن كلوب ناجح وذكي وعارف يتعامل مع حدود الإمكانيات راح يحقق. إذا مدرب إذا يمشي كلوب ممكن يواجه مشاكل ليفربول، لأن الجانب الكروي لازم أنت تعتمد على الفلوس أو الاستثمار من الفريق. يعني ما فلوس خلينا نقول الأقسام الثانية، فلوس المبيعات، فلوس التلفزيون، فلوس التذاكر، الفلوس هذه نعم ما تدخل في شراء اللاعبين، هاي تدخل في المشاريع اللي هي للنادي. طيب، فهذا كله يصب في مصلحة الملاك. طيب، لأنه هو تاجر. طيب، لكن ناحية اللاعبين لازم الفريق يصرف على نفسه، يعني لازم يشتري لاعبين ويبيع لاعبين. وصلت عادل، عشان أسأل محمد بس في مسألة إنه يعني اللي دائما ما يتردد ما بين الجماهير إن اللاعب كان قريب للنادي الفلاني وسحب وغير رأيه في النادي الفلاني، على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا ويليان يعني أجرى الفحص الطبي في عيادة توتنهام وبعدها انتقل إلى تشيلسي إذا ما خانتني الذاكرة. نفس المسألة محمد سهيل، في لاعبين كانوا قريبين لريال مدريد وانتقلوا لبرشلونة أو العكس أو أي نادي أوروبي، فأنت تتفق في هالنقطة في هالجزئية أنه ممكن في آخر اللحظات أنه ينتقل لاعب أو يغير رأيه؟ ويمكن محمد ما تنسى أنت مسألة دخية. لا شوف، يعني يمكن ويليان وصل إلى 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 لندن عشان يسوي فحص مع توتنهام، وباخر دقائق راح سوى فحص مع تشيلسي وانتقل لتشيلسي. ولكن أنا بتكلم عن موضوع فيرنر مع ليفربول. نعم. يمكن أنا قرأت أسباب كثيرة لعدم انتقال أو حسم صفقة فيرنر لليفربول، ولكن أكثر سبب كان مقنع هو أن فيرنر طلب أنه يلعب بشكل مستمر مع ليفربول، ولكن ما أخذ الضمانات الكافية أنه يشارك أساسي مع ليفربول.
فهذا الشيء ممكن خلاه نغير اتجاهه الى تشيلسي. وايضا ترى عنده شرط هو مع تشيلسي، ان الفريق لازم انه يشارك في دوري ابطال اوروبا. تشيلسي حاليا فارق 3 نقاط، وهو الرابع فارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد. ممكن ما يتاهل دوري ابطال اوروبا، ممكن ما ينتظر لهم فيرنر لدوري ابطال اوروبا. محمد، سؤال لك، من اللاعب اللي كنت تنتظره وغير رايه وراح اعترفنا اعتراف وراح لبرشلونه؟ لا مو عن راح برشلونة، يمكن بالفترة اللي هي كنت منتظر دخية أمانة. دخية متأكد إنه كان راح يصنع فارق كبير مع وترديد عشاق اليونايتد. مسألة الفاكس، سالفة الفاكس بالنسبة لك شنو تعني لك؟ شوف، شيء محبط صراحة. يعني في وقت أنا كنت منتظر هذه الصفقة لأنها كانت قريبة جدا جدا لريال مدريد، ولكن مثل ما قلت لك صارت خيرة. يعني خيرة إن نقاز شد حيله، نقاز قدم مستوى كبير جدا مع ريال مدريد، وجاب 3 دوري أبطال أوروبا. يعني هذا الشيء راح يصير بوجود دخية ومن غير وجود دخية. طيب، لاعب ثاني في ريال مدريد يعني كنت انتظره وغير رأيه؟ يمكن ليفاندوسكي في 2013. ليفاندوسكي. طيب، عاد نفس السؤال، لاعب كنت انتظره في ليفربول وغير رأيه مثلا؟ غير رايه، مو سالفه تغير رايه، ترى ويليان، حتى ويليان ترى كان متفق مع ليفربول واختلف على مليونين وراح سيمو عادل الفحص الطبي في توتنهام ووقع لتشيلسي. كل الموضوع اقتصادي. سيمو لاعب يمكن سيمو او نبيل فقير. نبيل فقير انا كنت متوقع انه مي. لاعب، شوف أبردك ورا وايد، إيه، بس مو يعني مو لاعب سحب على ليفربول ولا شيء، هو قرار النادي وكان مؤثر جدا. يعني بالنسبة لي أنا نيكولاس أنيلكا، أنيلكا لاعب إعارة مع ليفربول 6 شهور، بعدها جيراردو ري ما وقع مع أنيلكا، راح وقع مع حاج ضيوف مع أن أنيلكا بدع مع ليفربول. فهذه الصفقة اللي كنت أنا حيل أبيها حق ليفربول. ممكن بعد أرسنال في موضوع يايا توري إنه تمرن وياهم إذا ماني غلطان، وزلتان إبراهيموفيتش ونفس الوضع. إذا يعني سمعنا الأخبار إنه كان في تواصل ما بين فينجر أو فينجر مع كريستيانو رونالدو في نفس العملية. نفس الشيء محمد سيل، إذا ممكن برشلونة الصحف دائما يكون فيها استعجال، سالفة يعني التكسب الإعلامي دائما يعني تضع الصحف في حرج، أن تضع تيشيرت لاعب مثلا بيكم شفناه مع برشلونة وبعدين انتقل لريال مدريد، أو نفس الشيء إذا لاعب لريال مدريد يكون غريب وصحف مدريد تضع تيشيرت مدريد وبعدين ينتقل لبرشلونة. هالمسألة عشناها كثير محمد سيل. شوف، يمكن هي يمكن هذا هدف من اهداف الصحف، ان توجه انظار النادي مثلا الى اللاعب الفلاني، هم اساسا ما يبونه. يعني مثلا خلينا نقول ان مثلا صحف برشلونه وجهت الانظار تجاه بيكهام، ولكن هم عينهم على رونالدينو مو على بيكهام. فخلى مثلا ريال مدريد يصارع برشلونه على بيكهام، برشلونه بشكل صوري انه قاعد يبي بيكهام، ولكن عين برشلونه على رونالدينو. هذه شغله ترى في انديه كثيره تستخدمها، حتى يوفنتوس اعتقد استخدمها مع انتر ميلان. موجي يمكن حضر في مباراه من مباريات ولقى المدير الرياضي لنادي انتر ميلان وهو مدح لاعب موجود في الملعب، هو اساسا ما يبي. ثاني يوم بعد فتره انتر ميلان وقع مع اللاعب اللي مدحه موجي. فهذه تصير في الانديه كلها، يعني ما يعني توجيه وجه الاعلام على اللاعب الفلاني، واساسا انا ما ابي بس عشان خلي النادي الثاني يدخل في صراع معي، صراع شكلي، ولكن انا اساسا ما ابي، انا موجه للاعب الثاني. طيب، اخر سؤال قبل لا نختم، تتوقعون صفقة كبيرة في سوق الانتقالات؟ عادل، تتوقع صفقة كبيرة؟ صفقة كبيرة إذا كان في اتفاق مسبق، ما أتوقع أن في صفقة كبيرة راح تتم بالفترة هذه. أنا توقعاتي كلها أن أغلب الصفقات راح تتأجل لشبابيك انتقال قادمة. نعم، محمد نفس السؤال. لا أستبعد جدا أن تصير صفقة انتقال كبيرة. ممكن تصير في صفقة مثلا انتقال لاعب مميز، ولكن مو بالسعر عالي. يعني شكرا محمد سهيل، شكرا عادل المشري، محلينا المميزين في حلقة اليوم، شكرا لكم، وشكر موصول لمشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة وعلى التفاعل. نلتقيكم باكر بحول الله على خير، ونقولكم مع السلامة.